مرة تانية يا كابتن ميدو، يمكن مفيش حاجة وصلت. ركز معاه عشان دي تاني مرة ومش هعدك حاجة تاني. اخلص يا برانوار. شطبت مستواك بقى في النازل. انت الاول كنت بتقول محمد صلاح والكاريزما والناس خدتك قفشتك، كنت بتتكلم على الزمالك وزملكاويتك وجمهور الزمالك عطاك على دماغك، كنت بتتكلم على ان انت محب للزمالك واشتريت 100 تيشيرت وصورت نفسك بيهم، جمهور الزمالك قالك قديمه العب غيرها. معنى ان انا اقعد اتكلم على تصريحات ميدو بجديه ان انا واخد ميدو بمنتهى الجديه. لا انا مش باخد ميدو ولا اي حاجه ميدو بيقولها بمنتهى الجديه. علشان كده انا كنت قاعد اضحك في الفيديو اللي ميدو طلع اتكلم فيه، عشان ما ينفعش اخد ميدو بمنتهى الجديه، لان لو خدت ميدو بمنتهى الجديه معناها ان انا هبدا اتكلم كلام كبير، والكلام الكبير هو ان محسن صالح اللي كان موجود في 2004 هو اللي بيتكلم على ان موسيماني لازم يمشي من الاهلي علشان موسيماني ما عندوش شخصيه، وميدو كشف فضايح في معسكر منتخب مصر، فده معناه ان انت كده نهيت كارير محسن صالح كواحد مفترض ان هو مدير لجنه الكوره في الاهلي. ده مفترض لو الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي وخدنا ميدو على محمل الجديه الراجل ده يمشي. لو خدنا ميدو على محمل الجديه احمد شوبير لازم يتعاقب ولازم يتحاسب على ان هو سمح بالكلام الاهبل ده، او الكلام اللي هو حقيقي وكلام مبطن ان هو فيه مؤامرات ضد بلد عربي او ضد منتخب عربي زي منتخب الجزائر، يبقى وقتها احمد شوبير لازم يتوقف. يبقى احنا دلوقتي هنوقف ميدو، هنوقف احمد شوبير، هنوقف محسن صالح. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مش هنعمل اي حاجة، هنقعد نتفرج على التصريحات بس. ليه؟ لانها خلت ميدو ترند. ميدو دلوقتي لو كتبت اسم ميدو على جوجل هيظهر لك التصريحات الاخيرة. ميدو كان قبلها فين؟ كان قبلها بيتخانق مع احمد حسن كوكا علشان برضو ترند. ميدو بقاله فترة ما بيركزش في هو بيقول ايه، بقاله فترة المهم الناس بتتكلم عليه لا اكثر ولا اقل. علشان كده انا مش هاخد ميدو بمحمل الجدية، لان معنى ان انا اخد ميدو بمحمل الجدية ان انا هطلع ابرر بطولات مصر في كاس الامم الافريقية، ومعنى كده ان الناس بدأت تفهم ان منتخب مصر بقى في خانة اللي هو متهم، اللي هو انت خدت 7 بطولات بنفس الطريقة اللي كان ميدو بيتكلم عليها دي. مش معنى كلام واحد زي ميدو انك هتعمم كل بطولات منتخب مصر كده كنا بناخدها بنفس الطريقة، الموضوع مش كده خالص، الا لو انت مستني كلمتين زي دول عشان تقول الكلمتين دول، فدول براحتك قول اللي انت عايزه، لان انا مهما لفت لك انت هتقنعني ان انت خدت بطولات افريقيا علشان عيسى حياته وعلشان بلا بلا بلا، فعايز اقول لك براحتك كده كده البطولات موجودة عندي مش هيتحذفوا، حتى لو هم فعلا زي ما انت عايز تثبت برضه مش هيتحذفوا، بس انا عايز اقول لك ان البطولات اللي حضرتهم بامي عيني دي في 2006 و2008 و2010 انا كنت شايف ان منتخب مصر كان يستحق تتويج. انت بقى شايف ان منتخب مصر كان عامل مؤامرات علشان خاطر ميدو طلع في وقت زي ده عايز يعمل ترند هو واحمد شوبير اللي عارفين حرفيا ان هم لما قطعوا ال5 دقايق دول ان الجزائريين هيخشوا يعملوا مشاهدات غير طبيعيه، علشان احمد شوبير جربها قبل كده وميدو جربها، ميدو لسه مجربها في حته الباص، ميدو في البرنامج بتاعه اللي هو عامله في المحور لسه مجربها في حته الباص، وجاب فيديو الباص واتكلم على منتخب الجزائر وكان بيتكلم ان ده لو تنظيم دوره رمضانيه هيكون افضل من كده. ميدو نفسه اللي سرق الترند بالكلام على منتخب الجزائر بطريقه ايجابيه طلع النهارده بيسرق الترند برضه بالكلام على منتخب الجزائر. ميدو عارف الترند بيتسرق ازاي، بس مش مشكله ان انت تضيع سمعه الكره المصريه، المشكله ان انا ابقى ترند. علشان كده انا ما قررتش ان انا اخد ميدو على محمل الجديه هو والكلام الاهبل اللي هو قاله، علشان انا واحد مفضي دماغي قال موسيماني، بس مش معنى كده ان انا بخلي اي حد في الاعلام المصري يخليني اخد كلام على محمل الجديه. انا متعود بقى لفتره طويله جدا في الاعلام المصري بتاعنا ده ان انا عمري في حياتي ما اتعامل مع اي حد فيهم بجديه، لان انا معنى ان انا اتعاملت معاك بجديه ان انا بحترم كلامك، وانا لا بحترم كلامهم ولا بحترم اللي هم بيقدموه ولا بحترم اللي هم بيقولوه. علشان كده لو فيديو ميدو اتعاد عليا 7000 مره هاخده برده على محمل السخريه لا اكثر ولا اقل. هل ده بيسيل اخواننا الجزائريين؟ لا، الموضوع بقى له 20 سنه والموضوع انتهى والمنتخب المصري طلع والمنتخب الجزائري صعد، ودي كانت مؤامره هبله على منتخب مصر مش مؤامره لمنتخب مصر، لانك معنى انك تقول ان زمايلك كانوا رافضين يلعبوا في المنتخب وان انت اللي كنت بتتحايل عليهم معناها ان انت وزمايلك دول محتاجين يتدور عليكوا ويترفع عليكوا قواضي، او زمايلك دول يروحوا يرفع عليك قضيه تشهير بيه، بس انت كنت صايع وما قلتش اسماء لعيبه. فميدو قال حاجه تدينه، ما قالش حاجه تخليه يطلع ان هو بسم الله ما شاء الله، بس هو كان بيحب يثبت بونطة هو احمد شوبير ويطلعوا ترند، فطلعوا ترند ونزلونا احنا تحت الارض. حسبي الله ونعم الوكيل من الاشكال الضاله دي اللي بتجيب لنا الكلام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش براحتك، انا حبيت ان انا اطلع اقول الكلمتين دول.